اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتعميق النقاش في الكثير من القضايا التي تقف حجرة عسيرة أمام أدنى الحقوق والمستحقات للمرأة وخصوصا القروية. ونادي نموذجا وقف عنده طاقم شوف تيفي ليرصد معاناة هذه الفئة المهمشة والمنسية. يبا هنا يا راك تشوفي في الحالة كديرة حالة ضروري من التمارة من الصعوبات مع الدراري، خاصة تنوضي في الصباح، خاصك تفكريهم تنوضي تطيبي ليهم. دابا كنوض دايما نطيب على الصباح، نطيب مع الست الصباح ضروري، طيب الفطور والفطرة من الوكل ونخرج. إعداد الخبز في الفرن التقليدي، طبخ الغداء، إضافة إلى الأعمال الشاقة اليومية كالغسيل وجمع الحطب للطهي والتدفئة وسقي المياه من البئر، مكابرة يومية ومهام صعبة لا تترك لهذه المرأة القروية التي ولدت من رحم المعاناة مجالا ترتاح فيه وتسترجع أنفاسها. وارجع نعاود شقاون صبر مشي تاني نجيب من دراسة، ما كان نوضو نمشيو نهزو الدراري نركبو ندي بعد خطر تيكون الشتا عندنا الغيسونا بزاف، و التمارة ضروري منها. و الدراري كنركبوهم، هاديك الدرجة لي كتشوف فيها كوك راك كنركبها حتى كنخرج الدار، و هاديك راه الأستاذ و كيقولها متجيش بصباطك عامر غيس، الصباط مدخليش بيه عامر غيس، كرفدو لها صندالة أخرى، نرفدو نحيدو هاد الصباط و نديرو لها صباط أخر. تنمشيو تكون الغيس نلبسو البطون تنمشيو نلبسو كباب تنمشي شكرسو بزاف نعمرو كاع حوايجنا بالغي. ما غادي نخرج دابا تاني في العشية عاد نسقي الماء، خاصنا تا نخرج عاد وندقو عليه ونتسناه بشحال حتى يلبس وسالي عاد يطلق لينا الماء عاد نسقي دوك الطوار ونجيبوهم ونعاود تاني نرجع في العشية تاني نعاود تاني ندق عليه، ضروري تاني كنمشي ندق عليه عاد كيخرج يطلق ليا تاني الماء نعمر دوك الطوار تاني ونجيبو. بالنسبة للمرأة هنا عندنا في الدوار معذبة من ناحية الماء، فهمتي ديما الطروات السطولان كتشوف هاد السيدة هادي و كتجي كتعمر راه كتعمر بشي 30 ريال البيدوزة باش كي باش كتعمر البيدوزة هنايا. وبالنسبة للطريق أولا ماشي الماء وحتى الطريق، حتى الطريق راه نتوما دابا دزتو في الطريق وشتو الحالة ديال الطريق، الدراري ديال المدرسة و الدراري ديال المدرسة اش غنقول لك الميكات والله العظيم إلا كيلبسو الميكات لرجليهم كيلبسو الميكات باش يمشيو للمدرسة. رغم الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة القروية في الحياة المجتمعية إلا أنها لا زالت تعاني من إكراهات وصعوبات تجعلها تقاسي في حياتها اليومية وتحول دون تمتعها بحقوقها الكاملة، بحيث توكل لها الأعمال الشاقة التي هي من اختصاص الرجال، كما أنها تظل محرومة من حقوقها في عدة مجالات كالتعليم والصحة والترفيه. راجيش باغي يدير راجي باغي يعاون يهز ليا الدراري باغي يهز، ما غاديش يقدر راجي يهز ليا الدراري نمشي بوحدي ونوصل المدرسة ونرجع تاني للآخرين. يعاونيش علاش غيعاوني راجي كيبقى راقد يوميا، نمشي أنايا ندير الدراري المدرسة ونرجع نلقى باقي راقد تنفيق ونفطر وعاد يمشي عاد يخرج السبيطار تحت بعيد منا في الدار تحت. دازت صعيبة الولادة ديال الدراري دازت صعيبة بزاف، ومني جاني الجيب زعما ما صدت حاجة هنا هابطة على رجليا تا للدار ودت تحت بلاصة طاكسي عاد ركبت فيا الوجع وكلشي هامرة و تكرفص معاهم وصافي ما حنت معاهم بزاف، بقيت أنا فيا الوجع وخلاوني ولدت بوحدي، خلاوني فواحد الصالة ولدت بوحدي خلاكم شاو مايا بركو، بقيت انا بوحدي كنت وجعت ورات راسي ونط دقعت وش ندير. نادية واحدة من المئات اللائي يناضلن في صمت من اجل لقمة العيش ومواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ورغم جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها الا انها تتشبث بالحياة في منطقة قروية تكون السيادة فيها للاقوى. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة أسرة شوف تيفي تحيي نادية وجميع النساء المغربيات.